لحظات طبعا يعني من الحسره والالم طبعا. مان اوف ذا ماتش هو كان اللاعب محمد ابو جبل. صافره قد تنهي المباراه، لكنها ابدا لن تنهي المسيره. فهؤلاء الرفاق بقياده لاعب احتل مكانه عظيمه في قلوب جماهير العالم باسره، اثبتوا ان الطريق وان لم يكن في نهايته الذهب المنشود، فالذهب كان في الرحله ذاتها. انتقادات ثم تشكيك، بعدها اعجاب ومسانده وفخر حتى الثانيه الاخيره. هكذا فرض المنتخب المصري شخصيته وأثبت أن القوة تولد دائماً من رحم المصاعب، بعد أن خاض مباريات لا تنسى في أقصى الظروف. بدأت بإصابة حارس مميز، تم استبداله بحارس استطاع أن يخلق من المحنة منحة، لينتهي الأمر به بطلاً في قلوب المصريين. حتى وإن لم يحقق اللقب، لكن هذه المرة أصبح الجبل لقباً لكل حارس مميز يأتي بعد أبي جبل. نصر يتبعه الفرح تارة، وهزيمة يتبعها الحزن والدموع تارة أخرى، دستور لكرة القدم منذ نشأتها. لكن المزج بين الألم والأمل صنيعة مصرية خالصة، وكأنه عهداً بين اللاعبين والجمهور، الذي رغم كل مشاعر الحزن فخور باستعادة الروح القتالية لمنتخب بلاده، والإعلان عن جيل تسلم الراية من أجيال كان لها جولات تاريخية في إفريقيا. نحن لا نعرف الحزن إلا مؤقتاً، نعتبر المستحيل دافعاً والهزيمة درساً. نبكي أحياناً حتى نضحك كثيراً، بعد أن نتخطى أحزاننا بإرادتنا الصلبة. وإن لم يحالف الفراعنة التوفيق هذه المرة في الفوز بلقب الأميرة السمراء المتمثل في كأس البطولة، لنا عودة قريبة، نقطة انطلاقها تصفيات كأس العالم، وبعدها ستأتي النجمة الثامنة طواعية لأبناء هذا الجيل.